واحد بيقول أرجو التعليق على هذا السؤال. بعد التوبة الحقيقية رجوع قلبي إلى الذكريات الماضية، يعني أنا في التوبة لو أني ضعفت لعدم الشبع بالصلاة لأن الأفكار بتطرأ بشدة. في ناس من اللي قضوا فترة في الخطية لما بيتوبوا بياخدوا فترة نقاهة، يعني ما بيصلوش للصحة الروحية مرة واحدة. قيل عن القديسة مريم القبطية بعد التوبة انها قضت كذا سنة تتعب على الافكار، فين وفين وفين لما تخلصت منه. فما تتضايقش، تنقية القلب من الافكار تاخد فترة وهذا لا يمنع التوبة. لما يكون مثلا كوباية مرجوجة وفيها حاجة، مش مرة واحدة بتهدى، تاخد فترة 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 وبعدين تهدى. لما انت ترمي حصواية في بحيرة تعمل دوائر 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 وبعدين تهدى، لكن مش مرة واحدة بتهدى، بتاخد فترة برضو بتعمل دوائر دوائر وبعدين تهدى. فما تتضايقش، بس انت ما تستسلمش للأفكار اللي جيلك وما تتجاوبش معها.